من يسرق التراث المغربي فلا تاريخ له، من يسرق التراث المغربي فلا تاريخ له. إخواني المشاهدين، هذا الفيديو إذا نشاركه معكم مع الأخ جاسم الإماراتي اللي حرج الجزائريين عن التراث المغربي. الحين الطاجين، ليش تقولون حق الطاجين مغربي جزائري؟ كيف يعني الطاجين؟ أنت بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري؟ بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري؟ شوف أنا دوك نفهمك، كاين بالنسبة لك الطاجين مغربي ولا جزائري؟ اسمح لي، هو حاجة سامحني، عطني دولة من دولتين، دولة خيارين، عندك خيارين بس لو سمحت، خيارين بس لا مشتركة يمين يسار. سؤال، الطاجين مغربي جزائري، واحد اثنين. حاجة مشتركة. كيف مشتركة؟ دوك نقول لك علاش خبرني. فبكري ما كانتش هذه الحدود نفس الحدود اللي راهي موجودة دركا، صح؟ كانت حدود يعني أخرى، كانوا يعني مناطق. عن أي تاريخ تتكلمين؟ عن أي تاريخ؟ يشتركوا معها. متى؟ عن أي تاريخ تتكلمين؟ عن أي تاريخ؟ متى؟ متى؟ مثلا في دولة الموحدين كانت قبيلة زناتة وقتها كان في طاجين. شوف، هي تقريبا هذه هي الفترة اللي كانوا حوايج مشتركين. احنا مثلا نحكيو على القفطان، القفطان اصله تركي، المغرب ما كانش عندهم. ليش الاتراك يقولون ان القفطان اصله فاسي؟ طيب كيف القفطان فاسي تركي؟ بس انتوا ليش تعترفون انه تركي والاتراك يعترفون انه مغربي وانتوا ما ترضون تعترفون انه مغربي؟ الحين تعترفون باللي احتلكم وما تعترفون انه مغربي. أنا كان سمعت تقول تركي. إيه ترى قال التركي، بس الأتراك أساساً يقولون إن القفطان من فاس، لأنهم يقولون حق من فاس، قفطان من فاس. لا، هي كلمة قفطان بالأساس هي كلمة فارسية معناتها قفطان، وكان العثمانيين، العثمانيين جابوه لشمال إفريقيا. بس العثمانيين ما دخلوا العثمانيين ما دخلوا للمغرب أساساً. هذا الخبر يعني ما دخلوا المغرب. كيف؟ هي بالضبط، هو ما دخلش المغرب، ولكن شلون تضحك؟ بس لحظه يا باندا، بالله عليك انت مبرمجه ولا تتكلمين عن مصادر؟ لا اختي بالله، والله يا جاسم نعطيك الدليل، دوك نبعث لك الدليل. عطني الدليل الحين، انت فكريا بلا ما الدليل الحين، عطني تاريخيا اي تاريخ ظهر القفطان، اي تاريخ ظهر القفطان، اي تاريخ. القفطان هو عثماني، هذه حاجه لا يختلف عليها الاثنان. منو قال لك انه عثماني؟ حسيت انه متقطعنيش دقيقه. لا تكلمي عن الدليل، لا تقولي انا عثماني قالوا. بس اذا انت تروحين اذا تروحين تركيا، يوم تروحين تركيا مثلا في سوق اسطنبول المفتوح اللي يكون يوم الاربعاء، او تروحين اذن، او تروحين كل مكان، ليش تحصلين كاتبين القفطان المغربي؟ ليش مو بكاتبين عثماني؟ لان عند ملابس العثمانيين غير القفطان. ليش تحصلين كاتبين انه فاسي؟ ايه بالضبط، شفت القفطان تاع القفطان اللي في المغرب حاليا؟ ما تضحكش دوكا، تسالني دوك ننزل انا بطبيعه الحال، راح نرسل لك الدليل على كلامي. بس السؤال واضح، خليني نجاوبك. انت تقولين لا انت مغلطه. اول شيء لازم نتخطى العثمانيين. اذا انت تقولين ان العثمانيين جابوا القفطان، العثمانيين يقولون ان القفطان مغربي، فمعناته شوفي لك شيء ثاني. لا 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 لا، شوف، هو كما نقولوا هم حطوا اللمسة تاعهم، بصح نحكي على الأصل، فهمت؟ منو اللي حط اللمسة؟ بس هنا اللي نقول أساس الأصل. لحظة، احنا نروح من سامحني على هالقفطان اللي دخل تاع زمان تاع جداتهم، نفسه تاع درك ماشي كيف كيف، فيه تغيير طبعا. حتى نعالك مال امس مو نفس، حتى مرسيدس مال السبعينات مو مرسيدس مال 2000، تغيير بسيط. تم الاصل اصل هي. بالله يا شباب، شير وتكبيس وعلامة تيك توك يرفع البث. لحظة نجيب لك شوي. اي فهم منك الحين، انت تقولين انه عثماني، صح؟ صحيح، عثماني. بس اذا العثمانيين اساسا يقولون انه فاسي، بس العثمانيين يقولون اساس الافطان واصلا من فاس، يعني الحين نصدقك انت ولا العثمانيين؟ ما يقولوش الكلام هذا. انت رحتي للسوق الاربعاء في اسطنبول، رحتي الاماكن التقليديه.
اخوي رحنا وشفنا يا سافرت ولا ما سافرت بالدليل انت رحت سافرتي ولا ما سافرتي كيفش سافرتي سافرتي تركيا وشفتي المحلات ولا ما سافرتي زين اذا سافرتي معناته تشوفين المحلات حاطين القفطان المغربي ولا علاقه بالعثماني اللباس العثماني غير اني فهمتك اني فهمتك وشو اللي بعدك ما فهمتي انه مغربي خاطر الاتراك هن اللي حطوا اللمسه الاتراك هن اللي حطوا اللمسه ايه لا المغرب الحين اراويك من اسطنبول اراويك من اسطنبول الحين اشوف عشان تنطقي الحين هذه تركيا صح تركيا بالعربي شوف 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 هذا الدليل 2003 هذه تركيا بالعربي صح شوفينها هذا القفطان المغربي في اسطنبول شايفينه؟ ليش مو بحاطين القفطان العثماني؟ حد قد سمعت ان القفطان العثماني كاتبين قفطان عثماني؟ بالله عليك سمعتي انت حتى في مسلسلاتهم حتى يوم احتلوا الجزائر قد سمعتي ان القفطان شو اسمه حطوا شيء عن القفطان التركي او شيء اختي طيب وش عملت تركيا؟ هي تعرف عمل التركية تعرف هذه كل يعرفها ترى مي شارك شوف أنا قلت لك يا أخي يا جاسم فهمني الحين أنت تعترفين عثماني ولا مغربي الحين أي شيء تنسبونه على أي دولة في القارة إلا المغرب بس العثمانيين ما دخلوا العثمانيين ما دخلوا فاس أساسا كيف يدخلوا القفطان للمغرب؟ هذا هو السؤال هو ما دخلش العثمانيين ما دخلوش المغرب دخلوا الجزائر بس القفطان هو فهمت قصدها تقصد ان العثمانيين دخلوا لهم هم وهم دخلوه للمغرب كذا انت تقصدين اختي بس هو موجود قبل يدخلوا العثمانيين لا يا فهد قبل يدخلوا العثمانيين الجزائر لحظه خلينا نسترسل معها هذا قصدك انت اختي ان الاتراك دخلوه لكم انتم وانتم رحتوا دخلتوه للمغرب صحيح هي بالضبط بس هو موجود قبل لا يدخلوا الاتراك يا صاحبة الخير يا صاحبة يا صباح الخير القفطان موجود في القرن الثاني عشر يعني كيف دخلوه العثمانيين هو موجود قبل لا يدخلوا العثمانيين للجزائر انت تعرفي اي تاريخ احتل لكم العثمانيين لحظه اي تاريخ احتل لكم العثمانيين في القرن استنى جوجل استنى بالجوجل اي تاريخ عطني تاريخ قبل لا تاخذ فتره لجوجل عطني تاريخ بالضبط متى جو العثمانيين للجزائر ثلاث قرون يمكن تقول في القرن هي مو بعارفة حتى بالقفطان موجود في القرن 12 كيف؟ هي هما دخلوا الجزائر نحكي لك على دخلوا الجزائر بس القفطان موجود قبل كيف انتوا دخلتوا القفطان للمغرب؟ اعطيني الدليل انه موجود من قبل اعطيني الدليل انه موجود في هذيك الفترة وانا نعطيك الدليل على كلامي من لسان مغاربة مش من لسان جزائري ولا من الأتراك اسمعي بس لحظة شوي انت تصدقين الاخبار بالعربي ولا بالانجليزي؟ كيف الحين تمام الحين اعطيك قناة محايدة قناة لا علاقة لا بالمغرب ولا بالجزائر عشان تكون محايدة تمام الحين نشوف تاريخ القفطان انت يا شوف عديل شوف افهم شوف الكلام مليح قبل ما اسمعي خليك من العالم اسمعي وش كاتبين هني ترجع اصول القفطان الى المملكة المغرب في القرن الثاني عشر الميلادي في عهد دولة الموحدين حيث كان السلاطين والملوك يسعون الثاني عشر وانتوا دخلوا عندكم العثمانيين في الخمستاش فكيف هن دخلوا عندكم في الخمستاش وانتوا وصلتوه للمغرب يعني فرق 300 سنة جايب لي مرجع من ويكيبيديا تعطيها لي ما ويكيبيديا انا عطيتك موقع محايد هذا مو ويكيبيديا هذا موقع لحظة انا اقول لك اي قناة موقع ايش اعطيني مرجع تاريخي ايه وش المرجع اللي يناسبك عطني المرجع اللي يناسبك لحظة عطني المرجع اللي يناسبك اليونسكو تناسبك
من الكتب التاريخية. كتب التاريخ. الحين وش المرجع اللي يناسبك؟ عطني مرجع بروح له. قلت لك المرجع هو الكتب التاريخية. عطني اسم كتاب بصير له. عطني اسم كتاب بصير له. عطني اسم كتاب. كيف أنا نجيب لك الدليل ولا أنت اللي تجيب لي الدليل؟ أنت الحين شوف 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 لحظة، أنت متأكدة؟ عطني موقعك اللي متأكدة منه عشان أروح حتى أنا أتأكد. خلاص أنا نبعث لك فيديو. لا تبعثيني الفيديوهات حق، أنا عطني الكتب بروح الكتاب، ودي أروح الكتاب الحين. عطني كتاب بصير له. خلاص خليني ننزل ونعود نطلع لك. لا تنزلين، أنت الحين ما عندك معلومات في مخك. لحظة أنت الحين كيف عرفتي أن الأشياء هذه وما تعرفين؟ عطني الحين منو درسك هذا الشيء؟ تحب تتكلم باش تتكلم. ما تكلم لا بس والله العظيم الحين انت كيف تدافعين؟ كيف انت تدافعين وما تعرفين؟ لا بالله بس لحظة واحدة، أنا مخي وقف الحين. أنت تدافعين من الصبح وما عندك مصدر؟ ما عندكش مصدر يا جاسم. انا اقول انا خلي مصادر يعني، انا كل المصادر اللي راويتك اياها ما صدقتيها، ودي مصدرك انت عشان تصدقين. عطني مصدرك، عطني اسم كتاب. كل المصادر انا راويتك، كل المصادر ما صدقتيها، ورا اليونسكو ما صدقت. كل انت نعتلي واحد مصدر واحد اليونسكو، منظمة اليونسكو لحفظ التراث العالمي، بس في شيء اكثر من ذا؟ صح. وري موقع اليونسكو. ترى هذا هو اللي كنت اراويك الحين، اقول لك شيء. قلت لك تبين الترجمه بالعربي ولا بالانجليزي؟ قلت لي اختار عربي، اعطيتك بالعربي. تقولين بعد شويه انت عطني مصدرك. انفرادن اليونسكو هذول اغبياء. الحين عطني موقعك وش اللي تصدقين. عطني اسم كتاب. والله مس وش قلت. أنا قلت لك نعطيك اسم كتاب. وين درستي أن القفطان؟ وين درستي أن القفطان جزائري؟ وين درستي ذا الشيء؟ وين قريتي ذا الشيء؟ تمام. وين درستي أن القفطان غير مغربي مثلا عثماني؟ وين درستي ذا الشيء؟ يا أخي نعطيك المرجع. عطني علاش اذا بتروحين تبحثين وتدورين وشي ما يحتاج. مفروض اذا انسان عاقل ومثقف يكون اشياء ذي بمخه، ترى مو مبرمج. غير دليل حاضر عندي. عطني اياه. عطني اسم اكتبه في جوجل الحين، اكتبه في يوتيوب، اكتبه في اي مكان. عطني قول لي وش اسمه، وش الدليل، ايش اسمه، اي مرجع. قلت لك عندي فيديو مرجع. في المرجع ذاك الوقت ما كان في فيديوهات، ما كان جوالات يسوون فيديوهات بالتاريخ. عطني مرجع. ريح كيما هدوك نعاودو نطلع. اوكي نعاودو نطلع لك ونجيب. والله تروح تجيب خطر بعد. والله تضحك على روحك. هلا تجيبيه. العثمانيين كان عندهم جوال، الحين في تركيا عندهم جوال. مش راح نوري لك انت. عطني مصدر. مصدر رحم الله والدينا. معليش انا عندي فيديو فيه المصدر، تفهم ولا لا؟ فيديو اللي فيه المصدر. اوكي طيب الفيديو هذا وش مكتوب فيه؟ انت تصدقين فيديو وما تصدقين جوجل وما تصدقين يوتيوب، تصدق فيديو منو اللي مسوي الفيديو؟ انسان مكتوبها بعد العثمانيين. يا اخي المنطق وين يا اخواننا في الجزائر؟ بالله عليكم انتم ايش تتعاطون؟ اذا المغرب يطرش لكم زطله او يطرش لكم شيء، بالله وقفوا التصدير، رحم الله والدينكم. داخل يا رجل تقول لك الاتراك دخلوا عندنا واحنا دخلنا للمغرب. بس بالعقل يا اخوي فهد الحين، بالعقل ها الحين، عشان انا مؤاخذها على قد عقلها هي الحين. هي تقول على قولتها هي ان القفطان دخلوه العثمانيين صح؟ هاي على راحة تنعيد الكرة. نصف المرجلة هروب. فالحين يقول استغفر الله، قول العثمانيين دخلوه تمام. العثمانيين دخلوا للجزائر في القرن 15، والجزائر دخلت القفطان للمغرب على قولتهم. بس القفطان موجود في المغرب من القرن الثاني عشر. كيف؟
فرضا في بداية النقاش معك في بداية النقاش عطني مصدرك تقول عندي فيديو لا لا أنا في بداية النقاش معك تقول نجيب لك الدليل أنا عندي الدليل أنا حسيت كذا من كلامها إنها بتقول نفس الكلام فهم إنها بتقول لك إن الأتراك جابوا عندنا صوتها يا أخي صوتها فنان فهد صوتها فنان كنت ببيع القضية كنت ببيع القضية يا جاسم على قولة المغاربة احشم واجمع راسك صوتها فنان انا كنت ببيع القضيه على شوي كنت خامت يا اخوك صرت على شوي صرت خروف صوتها صوتها دليل صوتها دليل قرب حولي يا الاخوان المغاربه قرب حولي صوتها تراث يا فهد صوتها تراث صوتها تاريخ تاريخ يتكلم الله يسعدك الله يسعدك السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا يا اخوان اخوان انا عندي طلب اذا ممكن تفضلي انتم والله فوق عيننا وفوق راسنا يعني والله انتم الشهم بس بدي طلب منكم اذا ممكن لا تطلعوا بنت جزائريه عندكم على اللايف اذا ممكن من وين الله يرضى عليكم ان شاء الله يا باشا شو من وين حضرتك من وين حضرتك نحن من الجزائر ونتمنى ان شاء الله لا تطلعوا بنت جزائريه لان في شيء ما بتعرفوه شو خلاص نهضر معك بالجزائريه نهضر معك بالجزائريه لا اختي وشنو هو الشيء اللي ممكن نعرفوش احنا شنو هو شيء ما تعرفه في يعني بسبب مشاكل هذا الطلب انا اعطيته الاخ صاحب اللايف وان شاء الله تكون لو تقنعيني عشان افهم ليش ليش سبب سبب طيب راح اقنعك بس دقيقه تمام اخوي فهد لحظه دقيقه وتقنعني بلال انت هون بلال راك هنا بلال شكون بلال بس دقيقة الله يرضى عليك جيب بلال بتجيب أخوها أبو العضلات لا والله مو هاي الشيء الله يرضى عليكم ونحن والله بنعزكم وكنا أخوان وكنا عرب جاب المحترم بس توضيح وش جاب بلال الموضوع الحين بلال يعني هذا بلال صاحب يعني صاحب راح يفهمكم أكثر مني تمام بس أنت والله لا يعني في شيء دخلت غريبة دخلة غريبة بس يلا يلا نشوف مشكلة انتظر بلال طيب. بلال ما يسوي شيء صح لا 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 مستحيل انت اخوان شو هذا لا لا عيب طيب يا اخي والله ما بزحمه هذا الشيء الله يرضى عليكم وجزاك الله كل خير اختي شو احكي انتظارك احنا يلا بلال ننتظر بلال كلنا بلال بلال فكره والفكره لا تموت بلال 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 طيب انا راح اجيكم انا راح اجيكم بعد شوي تمام بارك الله فيكم تمام كلنا بلال هكو بلال هني ها بلال تفضل بلال كلنا بلال يا بلال هاجي يا بلال ها بلال جاء أنا بلال تفضل ها بلال جاء لا تفضل بلال بلال بينزل البث الحين ها اجينا بكل رجولية ويطلع بكل مسؤولية يطلعنا يطيح البث بلال ما بلال ما عنده نت بلال روح صوب وجدة وا بلال ما وا بلال ما في وا بلال الحين بلال جاء لحظة السمح يا فاطمة بعدين نرجع لك بس دقيقة اطلع بلال بلال اطلع الله يرضى عليك اطلع اطلع يا بلال وا بلال اجي اخوي اجي اجي نهضر اجي خيو خيو انا والله ما بمزح بهذا الشيء انا عم بحكي عن جد هذا الشيء سياسي بس دقيقه لا انا نهضر معك انا صح انا نهضر معك راح احكي معك بلهجتي بصح لازم تفهمني نفهم بعض يعني خويا شوف احنا عندنا وضع سياسي قصدك هذا نحن قصدك هذا لا لا انا ما عم بمزح يا خيو انا ما بمزح ما بعرف هذا الشيء هذا مغني هذا شاب بلال انا بحكي على السياسة هذه سياسة وطنية جزائرية في كثير بس القفطان مو سياسي شو؟ لا حراس طيب راح أحكي معك الله يرضى عليك لا احنا بنحترمكم تمام بلال اطلع اطلع خليني ارجع اسلوبي الثاني ارجع تفضل يا اختي بلال راك هنا يا حنبوك بارطاجي الجماعة بارطاجي لهم
تسوين عليك اخبارات اختي انت؟ وبلال اجي يا بلال نهضه خلنا نفهم يا بلال اجي هادي خويا. شوف اذا هذا اذا كان هذا الشيء هو بيضحكك احنا ما ضحكناش باسكو احنا رانا عرضه فهمت انا اكوله لعبه تحت يعني الصهيون فهمت تمام. شكون هم الصهيون؟ شكون هم؟ يلي قال بلال هو قائد الذباب. نعنة الله عليك. اختي الله يرحم لك الوالدين. شوفي يا تهذرين بوضوح اما شغل استخبارات هذا حقت الجرنالات هذا تسوينها عندنا هنا شقاقات. عندنا وضع سياسي وبلال اطلع واجي وعندنا وضع سياسي وعندنا مدري وش شغل استخبارات وهذا التخويف ذا ترى ما نخاف احنا ترى عندكم مشكله. طلع بلال طالب قلت تاجي بلال انا بعدين افتح سلام.